السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد من قناة معلومات. هديكم نبذة بسيطة كده عن القناة وعن اللي بقدمه في القناة. أنا هنا في القناة بعمل إزاي إن أنت تقدر تصمم لوحة تحكم بطريقة سهلة جدا، وبعرفك إزاي إن أنت تقدر تلف موتور من 1 حصان ل 250 حصان. بديك أفكار كده إن أنت تساعدك إن أنت تلف المواتير ديت، وإزاي إن أنت تقدر تقسمها، وإزاي إن أنت تقدر تعرف التقسيمة بتاعتها إيه. بقدم حاجة تانية لكل شخص قاعد في البيت، بعرفك ازاي ان انت الاجهزة الكهربائية اللي موجودة معاك لو حصل فيها مشكلة بسيطة ازاي ان انت تقدر تعملها بنفسك من غير ما تكلف نفسك وتوديها لفني على حاجة مش مستاهلة، وانت تقدر تحل المشكلة دي بنفسك. اخر حاجة بقدمها في القناة بعرفك طرق السلامة من الاجهزة ديت ايه، لان الاجهزة ديت ساعات كتير بيحصل فيها مشكلة وبتكون شغالة طبيعي وجسم الجهاز نفسه من بره بيكهرب، فبعرفك ازاي ان انت تقدر تكتشف المشكلة ديت قبل ما الجسم بتاع الجهاز من بره يكهرب. فطبعا لو الجسم كهرب دي مشكله كبيره جدا. ففيديو النهارده عشان ما اطولش عليك خاص باللي عايز يتعلم لوحات التحكم. النهارده ان شاء الله هشرح جهاز في لوحه التحكم، طبعا هي سلسله، فاللي ما اتفرجش على الفيديوهات هسيبها له في الوصف وهسيبها له مقترح دلوقتي بيظهر. فيديو النهارده يا جماعه خاص بجهاز في لوحه التحكم اسمه جهاز صوت الفازه او جهاز الفاز سيكونس. هعرفك الجهاز ده ازاي ان هو بيحمي الفازه وازاي بيتوصل، بس قبل الشرح يا جماعه يا ريت اللي مش مشترك معانا في القناه ينزل يعمل اشتراك دلوقتي او يطلع يعمل اشتراك دلوقتي ويعمل لايك للفيديو لو عجبه. يلا بينا نخش على الشرح عشان ما اطولش عليك. بصوا يا جماعه بس هنشرح ايه على السريع كده كالعاده الاجهزه اللي معانا النهارده او الاجهزه اللي موجوده قدامكم دي. ده طبعا جهاز القاطع اللي بيظهر قدامكم ده، وده جهاز الكوندكتور، وده جهاز كوندكتور، وده جهاز كوندكتور. طبعا احنا في الفيديوهات اللي فاتت شرحنا ازاي ان انت تقدر تعمل الباور بتاع الكوندكتور الكوندكتورات، وازاي ان انت تقدر تدي اجهزه الكوندكتورات ديت الارض بتاعها او البارد بتاعها، وازاي ان انت تقدر توصل مفاتيح البوش بوتون الايقاف التشغيل والايقاف. فخد لفه كده في القناه. طبعا احنا هنا في القناه يا جماعه بنعمل الجهاز اللي عليه الدور، بنيجي جايين ماسحين الجهاز اللي قبله وناخد الجهاز اللي عليه الدور، تمام؟ عشان بس ما نكعبلش الدنيا واقدر ان انا اوصل لك المعلومه ببساطه. الجهاز اللي عليه الدور النهارده جهاز صوت الفازه او جهاز الفاز سيكونس. طبعا يا جماعه ايه يعني ما تسرعش الفيديو او اتفرج للاخر عشان ان شاء الله تاخد حاجه نظيفه. فهنخش على الشرح على طول عشان ما اطولش عليك. اول حاجه نعملها النهارده، عايزين هديكوا تركاه لذيذه خالص. L1 وL2 وL3 ده يعني ايه؟ يعني ان الجهاز ده بياخد 3 كهرباء. اول حاجه هنديله الثلاث كهرباء بتوعنا دول ازاي؟ شايفين الثلاث اسهم دول؟ ممكن تعمل انت بقى مفاتيح اوتوماتيك وكده تديله الثلاثه كهرباء، تمام؟ بس احنا ايه الفكره، اهم حاجه توصلها. هطلع بالثلاثه L1 ديت، تمام؟ هديها لدي L1، هطلع بال2 دي هديها لدي 2، هطلع L3 ديت هديها ل3 اللي هي دي، تمام؟ يبقى كده الجهاز عندنا خد 380 اللي هم الثلاثه فاز. طبعا ايه ممكن نروح نوصلهم بس عشان ما كعبلكش الدنيا، الثلاثه فاز دول ال L1 وال L2 وال L3 هيروحوا ياخدوا 3 كهرباء رئيسي، تمام؟ كده الجهاز خد الكهرباء بتاعته. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل حاجه لذيذه خالص. هنمسح بس ديت، احنا كده طبعا ايه وصلت لكم ان الجهاز كده راح له 3 كهرباء، تمام؟ هنعمل ايه بقى يا جماعه؟ هنيجي جايين واخدين الارضي، هندور على الارض الرئيسي في اللوحه او البارد الرئيسي. هندور عليه فين هو؟ اهو جاي من الكابل ده راح للكوندكتور. هنيجي عاملين ايه؟ قاطعينه. هنيجي جايين قاطعين كده اهو، تمام؟ قاطعين كده اهو، تمام؟ واخدين بدل ما هو على الكوندكتور الرئيسي هنطلع بيه فين؟ على جهاز الفاز سيكونس. هنعمل ايه بقى؟ هنيجي جايين واخدين كوبري بسيط كده على النقطة 3 اللي هي دي، تمام؟ من النقطة 3 بقى هنعمل ايه؟ ما احنا كده عايزين ندي الكوندكتورات، تمام؟ هنيجي جايين طالعين من النقطة 2، طالعين منها كده ورايحين بقى فين؟ رايحين بيها على اللي احنا قطعناها دي، تمام؟ كده ايه اللي بيحصل؟ الجهاز ده لو فازة سقطت الجهاز ده بيحمي الموتور اللي هو اللي رايح له الثلاثة الايه؟ دول الثلاثة دول رايحين للموتور والثلاثة دول رايحين للموتور. الجهاز ده وظيفته ايه وبيعمل ايه؟ الجهاز ده يا جماعة لو الكابل اللي داخل ده قطع فردة كده قطعت أو غابت عن اللوحة، إيه اللي بيحصل؟ اللوحة بتفضل شغالة باتنين فاز، كده الباور شغال باتنين فاز. طبعًا لو راح الاتنين فاز على الموتور وفاز مقطوع كده، تمام؟ الموتور بيتحرق. فالجهاز ده وظيفته إن هو بيحس حساس، أول ما بيحس إن في فردة غايبة من الثلاثة دول، طبعا الفردة دي اللي غابت
الفردة دي كده اللي غابت، الفردة اللي هي تلاتة دي، تمام؟ بيحصل ايه؟ النقطة تلاتة بتبعد عن اتنين، أول ما النقطة تلاتة تبعد عن اتنين كده خلاص بيجي الأرضي مقطوع عن الكوندكتورات ديت، بتفصل اللوحة على طول. فكده يبقى الجهاز إن شاء الله يبقى بيحمي الماتور بتاعنا، ده جهاز حماية اسمه جهاز صوت فازة بالمصري أو الفاز سيكونس. فإن شاء الله لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان اللي جاي أحسن إن شاء الله. سلام عليكم.